نحن هنا بالأربعاء ولاية البليدة، بالتحديد على أرض عم حميد. أعين هذا الفلاح لا تفارق أشجار الخوخ، فعلى مساحة 5 هكتارات يعمل عم حميد على تطوير غلته نوعاً وكماً من موسم لآخر. احنا كفلاحين رانا ننتجوا في المنتوج هذا تاع الخوخ 28 ابريل، التسمية العلمية تاعو فلور داستر. رانا كل عام نحسنوا في المنتوج هذا ونطوروا فيه باش يكون عندنا منتوج وافير، على الأقل باش نولوا نصدروا للخارج بنوعية شابة. الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد صعب على عملية جني الثمار بسبب غياب اليد العاملة، ما يجعل المستثمر في وضع حرج. لا، في الوضع هذا تاع كورونا هذا تلقينا شوية مشاكل مع الخدامين، ما لقيناش اللي يخدم. المنتوج جوافير بزاف، الخدام ما كاش، يخاف باش يجي يخدم. استبليجي كنا باش في عوض اللي نخدموا 20 ولا 30 خدام، دوك رانا مخدمين ب 12 13 خدام. هذا واش قدرنا. عم حميد ما هو الا عينه من مستثمرين في مجال انتاج الفواكه، هدفهم تطوير هذه الشعبه قصد تلبيه طلب السوق الداخليه والتوجه الى اسواق خارج الجزائر.